تعالوا أنا أكم نجرب أكل جزائري لأول مرة بحياتي. أغنية اليوم هي بايت مي فروم إن هاي بين. أعشق هاي الأغنية، أصلاً ما أسمع غيرها. صديقتي الجزائرية دلتني على أطيب مطعم المفروض يكون بدبي كله، اسمه كباب أند كوسكوس. طبعاً أغلى خاليها بالمطعم اتجنب بحيث بقيت أرقص وحرفياً نسيت أطلب، بس شفت البرك الجزائري قلت خلاص خلاص لازم أطلبه. طبعا قلت لهم انه هاي اول مره اني اكل اكل جزائري، فبليز ساعديني بشنو اطلب. المهم طلبت شوربه بالفريكه. او ماي جاد جايز، ريحتها ردت ادوخ من الريحه اللي تجنن. وبعد لقيت اكو تشانكس لحم، كنت حالي متفاجئه الاماني، بس الطعم واو ولا غلطه. واكيد لازم اكل الشوربه ويا شويه خبز. جربت البرك باللحم جايز، طعمها غريب بس حيل طيب، وكانت حيل فرش وحاره. أو أول مرة أجرب برك بالدجاج، لأمانة كنت حيل متفاجئة مثل ما تشوفها من ردة فعلي، بس الطعم طيب. وأكيد المين كاركتر مالتنا كسكس باللحم. أو ماي جاد جايز، ما توقعت راح أعشق هاي الأكلة، الطعم اللي يجنن، اللحم يذوب. أو ماي جاد حيل طيب. قاعدة أسجل هذا الفويس نوت وحرفيا جعت وأنا دا أشوف الفيديو. ما أعرف شنو هاي الصلصة، بس هاي الصلصة تموت، ردت أشربها من كثر ما كانت لذيذة. مثل ما قاعد تشوفون اول ما ذقت طعم الصلصه قلت لازم اصب اكثر. هاي اول مره اجرب اكل جزائري بس مو اخر مره، الاكل كان يجنن. كتبوا لي اي كوزين اكل لازم اجرب وراها. اوكي باي.